السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. انطلاق أعمال ملتقى تشاوري من نواكشوط حول الشباب والرياضة، والوزير الأول الموريتاني يقول أن الشباب يحظى بالاهتمام في السياسة العامة للحكومة. الجمعية الموريتانية للمصابين بالهيموفيليا تخلد اليوم العالمي لهذا الداء وتشكو عدم تعاطي السلطات الرسمية مع المصابين بالمرض. وفي الرياضة تتابعون الكونكورد يواجه نادي زمزم في الجولة القادمة من الدوري الموريتاني لكرة القدم بهاجس الخوف من الخسارة مجددا. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى تشاوري حول واقع الشباب والرياضة في موريتانيا وسبل النهوض بها، وقال الوزير الأول الموريتاني في كلمة ألقاها لدى إشرافه على انطلاق هذه المشاورات إن الشباب يحظى باهتمام كبير في السياسة العامة للحكومة، وإن هذه التشاورات الوطنية تترجم مستوى هذا الاهتمام. تأتي المشاورات الوطنية حول الشباب والرياضة التي نشرف على انطلاقها اليوم لتترجم بجلاين الالتزام الصارم لحكومة بلادنا بالقيام بكل ما من شأنه أن يجعل الشباب الموريتاني في قلب الخيارات الاستراتيجية للأمة وفق مقاربة تشاركية تتيح له أن يساهم بنفسه في رسم الخطط والسياسات الكفيلة بتجسيد الرؤى والتصورات التي يراها لمستقبله. أيها السادة والسيدات، إننا نعي تماماً أن الشباب الذي تمثل فئته الأقل من 34 عاماً أكثر من 70% من سكان البلاد لن ينجح في كسب الرهانات والتحديات التي تواجهه إلا من خلال فكر وطني مستنير يقوم على احترام الآخر وعلى إفشاء مذول المحبة والسلام. خلدت الجمعية الموريتانية للمصابين بالهيموفيليا ذكرى اليوم العالمي للهيموفيليا الذي يصادف 17 أبريل من كل سنة. وقال رئيس الجمعية إن المصابين بهذا المرض الوراثي في موريتانيا والذي ينتشر غالبا في صفوف الرجال يعانون من التكاليف الباهظة للعلاج وعدم تعاطي السلطات والمجتمع معهم. نتابع. ذكرى اليوم العالمي للمصابين بالهيموفيليا تمر في صمت رسمي بموريتانيا إلا من نشاط تخليد نظمته الجمعية الموريتانية للمصابين بهذا الداء. تخليد دقت الجمعية خلاله ناقوس الخطر وقالت إن المصابين بداء الهيموفيليا يعانون من التكاليف الباهظة للعلاج وعدم تعاطي السلطات والمجتمع معهم. إننا نعاني من معوقات كثيرة تتمثل في عدم تعاطي السلطات والمجتمع مع قضية المصابين، على الرغم من الحملات التحسيسية الكثيرة والمقابلات الإذاعية التي قامت بها الجمعية في هذا الصدد، ومع ذلك ننوي القيام بإحصاء شامل للمصابين على المستوى الوطني بهدف تحضير قاعدة بيانات واضحة إذا ما توفرت الظروف المؤاتية لذلك. لكن وزارة الصحة الممثلة في هذا النشاط المخلد لليوم العالمي للهيموفيليا قالت إن السلطات الموريتانية بذلت جهودا كبيرة في سبيل التصدي لهذا الداء الذي لا توجد إحصائيات رسمية بخصوص عدد المصابين به في موريتانيا. ولمواجهة هذا الداء ووعيا من السلطات العليا في البلاد بضرورة منح العناية اللازمة للمصابين به، فقد بذل قطاع الصحة جهودا معتبرة بدعم من الشركات الفنيين والماليين لموريتانيا لضمان الكشف عن المصابين بهذا المرض والتكفل السليم بهم. يعتبر الهيموفيليا مرضا وراثيا ينتشر غالبا في صفوف الرجال أكثر منه في النساء، ويرجع البعض أسبابه إلى حدوث اضطراب في الجينات الموروثة من أحد الأبوين، ومن أعراضه ظهور نزيف بأحد أجزاء الجسم وخاصة العضلات، ويعتبر النزيف الداخلي وخصوصا النزيف الدماغي
من أخطر أنواع الإيموفيليا. ومعنا في الاستديو للتعليق على هذا الموضوع العالم المختار رئيس الجمعية الموريتانية للمصابين بالإيموفيليا، أهلا وسهلا. شكرا، أهلا بكم. إذن بداية، ما أبرز التحديات التي تواجه المصابين بمرض الإيموفيليا في موريتانيا؟ أولا أنا قدمتموني على أني رئيس الجمعية، أنا هو الأمين العام. شكرا لهذه الدعوة الكريمة. هذا المرض كيف تفضلت هو مرض وراثي، تظهر أعراضه في الطفولة، عبارة عن نزيف دم غير اعتيادي عندما يكون الطفل في مرحلة تبديل الأسنان، تحفم اللبن وتبدل الأسنان، وكذلك مرحلة الختان، وأي جرح وأي ارتطام يكون مثلا يؤدي إلى نزيف دموي كبير جدا، حتى الموت إذا لم يجد المحقنات وإذا لم يجد مخثرات للدم. نعم. إذن الجمعية قالت اليوم بغياب تعاطي الجهات الرسمية مع المصابين بهذا الداء، فيما يتجلى هذا عدم التعاطي؟ حقيقة الجهات الرسمية تتعاطى مع المصابين، ولكن بقدر معين ليس هو الكافي. فالمطلوب أن يكون على الأقل الموجود في موريتانيا يوازي ما يوجد في الدول المجاورة، فقط إذا وجد هناك مركز للهيموفيليا لإيواء هذه الشريحة من المواطنين والتكفل بهم من الصغر حتى يوجد لهم هذه الحقن المخثرة للدم، فبالتالي يطلعوا مواطنين سليمين يخدمون العبادة والبلاد وليست عندهم أي مشكلة، وإلا فهم عرضة للإعاقة وعرضة للمشاكل التي تعوق حياتهم وأسرهم ودولتهم. والدولة ما دامت لم تنشئ هذا المركز فبالتالي النتيجة لم تحصل. طيب، لماذا غياب إحصائيات رسمية بشأن أعداد المصابين بهذا؟ كما تعلمين، بالنسبة للإحصائيات الرسمية التقديرات العلمية ينبغي لعدد السكان في موريتانيا أن تكون فيهم حوالي 350 مصاب بهذا المرض، إلا أنه حتى الآن تم التعرف على 60 فقط منهم، وذلك لصعوبة الوصول إلى مناطق مثل النعمة ومثل سيدي بابي، ومثل هناك مرضى مفيد في كل المناطق في موريتانيا، ولكن لأجل الوصول إليهم والتعرف عليهم فلا بد أن تكون الجمعية لها الإمكانيات من أجل القيام بالإحصائيات والتحسيس في هذه المناطق بالمرض، ومن أجل التعرف على المصابين به وحسن خدمتهم حتى يكونون يعني مواطنين سليمين من الإعاقة. طب هؤلاء المصابين، ما هي أبرز التحديات الحقيقية التي تواجههم؟ طبعا يا أختي الفاضلة، أبسط التحديات التي تواجههم هي الموت. كثير من أبناء هذه الشريحة ماتوا هنا في المستشفى الوطني، ومنذ شهرين أو ثلاث مات الشاب في العشرينيات رحمه الله ينزف هكذا، ويعني لا تجدين أسرة فيها هذا المرض إلا وقد دفنت بعض من أبنائها. فحقيقة لأن الدم هو رقيق بدرجة أنه إذا سال فلا يتوقف تلقائيا، حتى ينفد كما ينفد الماء من القرب مباشرة، لأن العامل الذي يؤدي إلى تخثره وتجلطه على بوابة الجرح هذا لا يوجد عندهم، فاقده الدم. فإذا وجد هذا العامل اصطناعيا أو عن طريق حقن بإذن الله تعالى يقع التجلط وتكون العملية سهلة، وإلا يكون يعني في خطر الموت وخطر الإعاقة إذا كانت يعني هذه النزيف داخل العضلات أو داخل المفاصل، فيكون ذلك يسبب إعاقة. نعم. ماذا عن التحديات الأخرى أيضا في حياة المصابين؟ لا تحديات أخرى، عقليا سليمين وفكريا سليمين وليست عندهم أي مشكلة، وقد حضرنا معهم في مؤتمرات دولية أشخاص طبيعيين يعملون جميع الوظائف، وحتى في المناطق المتقدمة يعملون الرياضة ويجعلون الحقن لأنفسهم كما يجعله صاحب السكري من الإنسولين، يعني ليست عندهم أي مشكلة، ولكن إذا فقد هذا المخثر لا شك أنه معاق، لا بد له من يحمله أربعة رجال وتكون مشكلة كبيرة عليه وعلى أسرته وعلى دولته. لذلك نطالب من صرحكم أن تكون هنالك سبب في حصول هذا المركز من أجل تشخيص المرض في بدايته المبكرة، وكذلك إيجاد الحقن اللازمة لتخثير الدم عند حالات النزف. إذا أنتم أحد المصابين بهذا الداء، كيف وما اكتشفت بأنكم مصاب بالإيموفيليا؟ والله يا أختي الفاضلة، من الصغر نحن كما تعلمين في عمري ولله الحمد من مواليد البادية، ليس هنالك إلا فضل الله تعالى ولطفه،
ويعني كان هذا النزف شديد في الصغر، وكنا في البادية ولا نعرف ما هي الأموفيليا ولا نعرف هذا، ولكن كل مرة يتفرج الله سبحانه وتعالى حتى إذا وصلنا إلى نواكشوط العاصمة علمنا أن هذا مرض وأنه نقص في الدم، أنه عبارة عن نقص أحد العوامل في الدم. وبعد ذلك أيضا تقدمت بي العمر حتى أصبح كثير من شطحات الأطفال، ويعني بحسب العمر عامل التقدم في السن لم يعد ذلك بالنسبة لي خطرا، والحمد لله كما ترى إن هذا فضل من الله تعالى، هذا فضل من الله تعالى. ولكن الآن أنادي من أجل الوقوف أمام بقية الأطفال المصابين بهذه الشريحة على المستوى الوطني أن لا يكونوا عرضة للإعاقات ولا للنزيف حتى الموت، لا بد أن يوجد لهم مركز لإيوائهم وإيصال هذه الحقن المخثرة إليهم، كما يوجد في السنغال، كما يوجد في المغرب، كما يوجد في الجزائر، في تونس، في كل البلدان، في كل البلدان. إذن هل الإصابة هي التي دفعتكم إلى تأسيس جمعية تهتم بالمصابين بداء الهيموفيليا؟ يا أختي الكريمة، هكذا درجوا على العمل من أجل إيقاظ المجتمع وإيقاظ الحكومة في نفس الوقت، لا بد من إطار قانوني يجمع هؤلاء الأشخاص، ذلك هو ما يسمى بالجمعية. ومن هذه الضرورات أسست هذه الجمعية التي تهتم بالهيموفيليا، والتي تشرفنا اليوم بتغطيتكم لنبائها، وأنا الآن معكم في موضوع التحسيس بخطورة هذا المرض ولفت الجهات العليا في البلد إلى ضرورة التدخل لصالح الشريحة المصابة به. إذن ما الذي تقدمها الجمعية للمصابين؟ طبعا الجمعية تكون تدخلت عدة مرات من أجل الحصول على رفع المصابين الذين يتحصلون على تأمين صحي من طرف هيئة كنام، وكذلك تدخلت من أجل الحصول على كميات من المخثر كواجرا من الخارج، وهو موجود عندنا البعض منه الآن من أجل الذين لا توجد عندهم ضمانات صحية، فنتدخل به لصالح بعض الحالات الاستعجالية خاصة. نعم، إذن العالم المختار الأمين العام للجمعية الموريتانية للمصابين بالهيموفيليا، شكرا جزيلا لك. بارك الله. اختتم اتحاد إعلاميات موريتانيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ملتقا تكوينيا حول رؤية الإعلام الاستشرافية لمشاركة المرأة في التنمية. الملتقى استمر يومين وشارك فيه ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والنقابات الصحفية في البلد إلى جانب العشرات من منتسبات اتحاد إعلاميات موريتانيا. تفاصيل نتابعها في التقرير التالي. دور الإعلام في مشاركة المرأة في التنمية موضوع نقاش ملتقى تكويني منظم من طرف اتحاد إعلاميات موريتانيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. الملتقى التكويني تخللت يومه الأول محاضرات وعروض متنوعة تتعلق بمقاربة النوع والصورة النمطية في الإعلام، إضافة إلى تشخيص واقع المرأة في الإعلام. وقد أعلن معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدمي في عرضه لسياسة الحكومة أمام الجمعية الوطنية عن جملة من المشاريع والبرامج الهامة التي تنصب حول تمكين المرأة وإشراكها في مختلف جوانب العملية التنموية. وكانت مصادقة مجلس الوزراء مؤخراً على الاستراتيجية الوطنية لمؤسسة النوع إذاناً بانطلاق ديناميكية جديدة يسهر على تنفيذها قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، سيكون لها أثر كبير لصالح التكامل بين الرجل والمرأة على مختلف الأصعدة. أما اليوم الثاني من أعمال الملتقى التكويني فقد ركز المشاركون فيه على الأعمال التطبيقية، وقد خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات المختلفة بخصوص الموضوع. وجود صورة نمطية سلبية عن المرأة من خلال الصحفي وتتمظهر عنده في إنتاجه الصحفي، واللي حاولوا من خلالها في التوصيات كان من بين أهم من أهمها أن خلق وعي لدى الصحفيين بأهمية مشاركة المرأة وبنفي عن هذيك الصور الصورة الذهنية السلبية، ياك قد يعود الصحفي جسد هذه الخطوة إلى الأمام في مواده الصحفية سواء كانت ريبورتاجات أو مواد وثائقية أو برامج إلى ما إلى ذلك.
ليسدل بذلك الستار على أعمال الملتقى التكويني الذي شارك فيه 40 صحفيا وصحفية من مختلف المؤسسات الإعلامية بموريتانيا، ما شكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا التي تواجه دور المرأة في العملية التنموية بموريتانيا. نظم العشرة من أنصار حركة كوتال مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا وقفة أمام وزارة العدل بنواكشوط مطالبين بإطلاق سراح معتقلي المنظمتين، وندد المحتجون باستمرار اعتقال زملائهم داعين السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن تأسيس تجمع شبابي أطلق عليه مؤسسو تجمع شباب موريتانيا، ويهدف إلى النهوض بالشباب وإبعاده عن مظاهر الانحراف والتطرف. ودعا تجمع الشباب في خطبه التأسيسي إلى اعتماد معايير الشفافية فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للشباب، معربا عن استعداده للتعاطي مع القائمين على هذا المجلس من أجل إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين بقضايا الشباب. وسعيا منا لتطوير مساهمة الشباب الموريتاني في بناء مستقبل مشرق وزاهر لوطنه بعيدا كل البعد عن المحاكاة والمزايدات والرؤى الضيقة، وإدراكا منا لأهمية العمل بروح الفريق لا روح الفرقاء في مواجهة الصعاب وتذليل العقبات وكسب الرهانات، وتثمينا منا لفكرة إنشاء مجلس أعلى للشباب التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، والتي لاقت استحسانا من جميع أطياف الشباب الموريتاني. نعلن على بركة الله عن ميلاد إطار شبابي موريتاني تحت اسم تجمع شباب موريتانيا، ونحن بهذه المناسبة نعلن أيضا عن استعدادنا التام للعمل من أجل إنجاح فكرة المجلس الأعلى للشباب بطريقة شفافة ونزيهة. أثار قرار مجلس الوزراء الموريتاني الأخير بشأن تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم القادم بإنشاء مجلس أعلى للشباب ردود فعل متباينة بخصوص الهدف من وراء هذا التأجيل. التفاصيل في التقرير التالي. هل طويت صفحة المجلس الأعلى للشباب وسقط من جدول حكومة يحيى والحدامين بعد أن أجلت الحكومة مرسوم إنشاء المجلس الذي شهد زخما إعلاميا في الفترة الماضية بعيد لقاء الرئيس والشباب أنتم الأمل ووعوده بإنشاء مجلس في فترة ما يطلق عليه المراقبون التصعيد ضد المعارضة؟ فهل سقط المجلس الشبابي من اهتمامات الرئيس وحكومته في أفق الحوار والانفتاح على المعارضة؟ منذ أيام خلت كان حديث الإعلام عن رواتب وهيئات المجلس الشبابي قد بدأ يطفو على السطح بعد الخرجة الإعلامية للمشرفين على إنشاء المجلس والحديث في أكثر من وسيلة إعلامية عن الخطط والتقسيمات والبرامج. فضل أن تظل هذه البرامج والأحلام حبيسة الأدراج المكتبية. حيرة الرأي العام والمعلومات الشحيحة عن أسباب تأخر إنشاء المجلس ما جعل المراقبين يميلون إلى أن تفاصيل اللحظة الأخيرة قد تكون أجلت التصديق على مرسوم ميلاد المجلس الشبابي الذي راود الشباب الموريتاني بأن يكون ظلا يستظلون به ويفيئون إليه بحثا عن حلول لمشاكلهم التي تتصدرها البطالة والتعليم، إلا أن استياء أوساط شبابية كبيرة من المجلس لحظة إنشائه أرخت بسدولها على إنشائه في وقت يقول المراقبون إن المجلس الأعلى للشباب يعيش فترة المخاض العسير. أعلنت كتلة الإصلاح الأدبية خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس بالعاصمة نواكشوط عن دعمها للمترشح لرئاسة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الدكتور محمد والحضانة. وقالت الكتلة أن اختيارها دعم والحضانة جاء بعد عقدها لقاءات مع مختلف المترشحين والاستماع لبرامجهم الانتخابية. وفي مساء الأربعاء الماضي عقدت الكتلة اجتماعا لتدارس نتائج تلك اللقاءات، وخرجوا في نهاية اجتماعهم بإجماع على دعم المرشح الأستاذ الدكتور محمد الدخلان
لرئاسة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين على شرط الإصلاح والنهوض بالأدب في هذا القطر العربي الإفريقي، وما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما التوفيق إلا من عند الله. رياضيا في هذه النشرة، من المنتظر أن يواجه نادي الكونكورد نادي زمزم في الجولة القادمة من الدوري الموريتاني، ويعتبر نادي زمزم عقدة نادي الكونكورد حيث لم يسبق له الفوز عليه طيلة تاريخه. تفاصيله فنتابعها في التقرير التالي. الكونكورد السيء الحظ المبعثر أثاث بيته من الدخل في العديد من محطات دور هذا العام، والذي كتب له مرات عدة أن يعتلي على صدارة الدوري الموريتاني، لكنه سرعان ما ينزل عنها وهو مرغم، بل إنه أكثر الفرق الموريتانية توددا وتقربا من هذه البطولة التي أدارت له ظهرها في كل سنة، وهو على بعد مرمى حجر من التتويج بها. إنه الحظ العاثر والسيء الذي يواكب هذا النادي منذ نشأته، وفي آخر أربعة لقاءات له في الدوري خسر ثلاثة منها متتالية وربح الأخير ضد العصابة بثلاثية نظيفة أعادت له الروح والهيبة. وحين استفاق قال قائل من منظمي هذه البطولة: الكونكورد أنت في المحطة القادمة ستواجه زمزم. والتاريخ القريب يقول إن الكونكورد لم يعرف طعم الفوز حين يقارع زمزم، ولم يسبق له أن فاز على هذا النادي طيلة تاريخه، بل هو عقدته الوحيدة التي تنضاف لقاموس سوء حظ هذا النادي العريق. لننتظر موقعة السبت كما ينتظر الكونكورديون تخطيها كعقدة، ولنتابعها كما يتابع زمزم تعنته وصلابته حين يكون الخصم دائما الكونكورد. إلى دوري درجة ثانية، حيث فاز نادي دار النعيم على نادي المدينة تروى بثنائية نظيفة ضمن المحطة الثانية من دوري درجة ثانية. رئيس نادي مدينة تروى أكد أنهم رغم الخسارة ما زالوا قادرين على التأهل للدور القادم. اليوم الاكيب نزلت حتى غير عدلنا شي ياسر من شوي من خسارة، ودون حاولوا الماتشات الجايين، ما زالوا لنا دو ماتش، دون حاولوا الماتشات الجايين توف نسيو كاليفيو ان شاء الله، نسيو نغنيو ماتشات لي دو ماتش الباقي لنا، وقد نقبروا دوزيام بلاس ورايدين مولانا توف دون كاليفيو ان شاء الله. مدرب النادي بدوره شكر الفريق الخصم بمناسبة الفوز، معتبرا أن لاعبيه بذلوا كل جهودهم لكن الفوز لم يكن حليفا. يخص فريقي، فريق تفرق زينة، تفرق زينة، أنا واحد منهم مانبو فونداتي تفرق زينة، وإلا عدت مع الستاف ولا ماني مع الستاف ذاك ما يخسر شيء، أنا توجر مانبو فوندار تفرق زينة، تفرق زينة أنا هو تفرق زينة، ولا قد تكلم عنه موضوع سلام ها؟ نقول لهم أنا واحد من السلام عام لا قلعت من الستاف. بقول له ماما والله ما اعرف ذاك شجعني السيد الرئيس وطاقم اللي معاه لو بيرو المسير ليكيب، وانا ما قلت انا واحد من تفرق زينه وانت لا تفرق زينه، لنقعد مانع على الستاف مانع على تاري معاهم عليهم اللي سمعوا لي كرادانسي لي تريبيل وجي لي فيليسيت وبون كونتيناسيون دان لو تورنوا ني يقلبوا قلبنا وني ينقلب قلبت ني يقلبوا قلبي وني ينقلب قلب تفرق زينه كيبي اولا واخيرا. لاعب وسط نادي دار النعيم عبد الله جوب أكد أن الفوز كان مستحقا، معتبرا بأن تركيز الفريق يجب أن ينصب على المباراة القادمة ضد نادي الحرس الوطني. بون الحمد لله اون غاني سي نوتر بريمير ماتش دي بلاي اوف، اون غاني الحمد لله 2-0. بون سي نوتر بريمير ماتش مي طالبين من مدرسة التعبيتي في دار النعيم نوزا افانسيسكو غو الحمد لله، مي شاكرين حتى مديرهم اللي هو يقولوا له ابيتي الحمد لله، مي طالبين مولي بلدية دار النعيم تعاوننا حتى باسكو اون با لا موين اي نو نوتر اوبجيكتيف سي دو مونتي او بريمير ديفيزيون سي سا كون فو الحمد لله. سي نوتر بريمير ماتش دي او بلاي اوف اون غاني الحمد لله 2-0 كونتر ليكيب لادفيرس كي سابيل كومون سابيل مدينة 3 الحمد لله اون غاني الحمد لله. في نفس الإطار، طالب مدافع نادي دار النعيم محمد العبد الفتاح بضرورة دعم النادي في المحطات القادمة. رانا شاكرين إكول مدرسة أبيتشي لدعم هذا الفريق، وراجل عند مولانا مولي البلدية تدعمنا حتى، راجل عند مولانا البلدية مولي تدعم هذا الفريق اللي هو لا هو اللي بقى لي يمثل دار النعيم كاملة، يمثل دار النعيم تنسويل مناطق كاملين. شاكر الفريق وشاكر الكامل الفريق فريقي كامله وشكرا. في سياق آخر، أكد مدرب فريق المدينة تروى حاليا ومساعد مدرب نادي تفرغ زينة سابقا بأن إقالة نادي تفرغ زينة له لا تأثير لها على ضرورة تشجيع النادي في كل مبارياته.
مسلم شاكر اولا لاعبتي لاعبيني لعبوا مباراه جيده ما حالفنا الحاضرين من قلبه. مشكل ما في مشكل ان احنا اوكازيوناتنا ما ماركان وجبر اوكازيونات ماركان وجي فيليسيت ليكيب ادفيرس نقول لهم هارد لك نحن هما قلبوا جي فيليسيت بون كونسا دان لو تورنوا ونحن انقلبنا ما ماركينا بيتات حد ما ماركي بيتات وينقلب ها هي بالون تركي لعبوا ما باخذوا شيء ليكيب ادفيرس دون تروفي ديز اوكازيون زون ماركي سا ان اوكازيون سي ران بال اريتي الغارديان روبوسا جي لاتاكان سي ماركي لوتر سي ايرور اوفنسيف الى الاتاكان الى ماركي لو بي سي بون الحمد لله مازال عندنا ماتشين مازال قد نقلبوا نتاهلوا تورنوا مازال بين نقلبنا ماتشين ما هو لا فين دي مون مازالوا نقد نتاهلوا دازيام ولا كاع مازال بريمي بلي مازال في ماتشات ليكيبات نتاعنا كامله بول متينه قويه كل قد يغلب الاخر ومن فيرس ليكيب ادفيرس دار النعيم شاكرهم وكون كنت هذا التورنوا. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهايه هذه النشره وقد تابعتم فيها انطلاق أعمال ملتقى تشاوري بنواكشوط حول الشباب والرياضة. والوزير الأول الموريتاني يقول إن الشباب يحظى بالاهتمام في السياسة العامة للحكومة. الجمعية الموريتانية للمصابين بالهيموفيليا تخلد اليوم العالمي لهذا الداء وتشكو عدم تعاطي السلطات الرسمية مع المصابين بالمرض. وفي الرياضة تابعتم الكونكورد يواجه نادي زمزم في الجولة القادمة من الدوري الموريتاني لكرة القدم بهاجس الخوف من الخسارة مجددا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.